كل شيء جاهز بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة لاحتضان مباراة الجزائر النيجر. أرضية ميدان الملعب الشاهد على انتصارات وإنجازات المنتخب الوطني في أبهى حلة. الملعب كما ترون كان استغرقنا حوالي شهر بعد نهاية المقابلة اللي مضات، كنا وضعنا كل الطاقات، كل الخبرات، كل الإمكانيات من طرف الولاية ومن طرف الوزارة لتهيئة وتحسين أرضية الملعب للقاء هذا. القائمون على المركب صارت لديهم الخبرة في تسيير مثل هكذا منافسات، ويسعون لتطوير الأمور أكثر من خلال التجهيز الشامل لداخل وخارج الملعب، مستغلين فترة الأزمة الصحية. وضع الكراسي وتهيئة الثاني للفضاء اللي يسحقوه يعني الجمهور. إذا إن شاء الله مع عودة الجمهور راح يلقوا الملعب مهيئ إن شاء الله 100% باش يكونوا في راحة تامة ويكون مهيئ لهم لدعم الفريق الوطني وأيضا لمباراة أخرى في البطولات الإفريقية لبعض الفرق المتأهلة إن شاء الله. ملعب مصطفى تشاكر جاهز لاحتضان مباراة الجزائر النيجر، كل شيء مهيئ لاحتضان المباراة يوم الجمعة بدءا من الساعة 8 في سهرة كروية نتمناها موفقة للخضر.